يلا يا رسمي، هات الكتب اللي عندك خلينا نخلص. ما تيلا يا رسمي، مالك يا وليه واقفة كده ليه؟ ايوه لساكي واخداني بذنب بيتي، مش كده برضك؟ ما بيتك الله يجازيها هي السبب. ما خلاص يا رسمي، مش الموضوع ده قفلنا عليه؟ لا يا رضوان ما تقفلش، والبلاغ اللي أنا قدمته هيفضل شغال لحد ما يلاقوا بسلامته ويحكموها. وحتقول لهم ايه في المحكمة؟ خدت العوض وجاي النهاردة اشكي. هو انت بتدافع عنها يا رضوان بعد كل اللي هي عملته؟ ده ضنايا يا ناس، ضنايا. لا مقصودش، بالك أني لو عرفت طريقها حقتم زمارة رقبتها. يلا ناولين الكتب دي خلينا نخلص. استقالة؟ طب ليه كده يا عمدة؟ معلش يا فكري بيه، أصلي تعبت بقى وعاوز استريح. وخلي بقى اللي نفسه في حاجة من زمان وطمعان فيها ياخدها ويريحني. انت بتلجح عليا بالكلام يا عمدة؟ جرى يا شيخ البلد، الراجل ما جابش سيرتك. يا حضرة الضابط مش واخد بالك ولا ايه؟ ما هو قاعد يصغر لي من تحت لتحت في كل كلمة بيقولها. جرى يا منصور، هو اللي على راسه بطحي. شفت يا فكري بيه؟ اهو جابها على بلاطة اهو. يا حاج منصور انا مش عايز مشاكل. ومين اللي عايزها يا باشي؟ ونعملوا ايه بقى في اللي فاكرنا طمعانين في العمودية؟ يا حاج منصور انا مش عاوز كلام كتير. بقى انت جايبني لحد حضرة الضابط عشان تسمم بدني؟ بقولنا خلاص يا حاج منصور. معلش يا حضرة الضابط، ما كنتش مستنظر انها تطلع من حنكه بالشكل دي. على العموم اني مسامح وعذره معاه برضه، ده نهو راح منه، هو في عذر اكتر من كده؟ بالاذن يا فكري بيه. استنى يا عمده، احنا ما كملناش كلامنا. الكلام اللي عندي انا قلته، اللي حضرتك شايفه اعمله. انا ارفع الاستقاله بتاعتك لمامور المركز وهو يرفعها بقى للسيد مدير امن كفر الشيخ. تمام يا باشا. تعالى يا فتح. فتحي. نعم. اللي اتفقنا عليه تم. امرك يا باشا. اتفضل يا بعض. هي دي؟ هي يا فندم. يبقى مش ناقص غير اللي اسمه سيد. هو مش اسمه سيد برضه؟ بالظبط كده. خدوها على هناك.